غير المصير. واليمن اليوم يعيش في ظروف قريبة جدا من المستحيل في ظل حصار بري وجوي وبحري، وفي ظل قصف وتدمير طال البشر والشجر والحجر على يد تحالف إجرامي وحشي قادته السعودية وامتلك معها فيها قطر فقط. ونثمن هذا الموقف الرافض للاعتداء الذي يتم على اليمن وعلى النساء والأطفال العزل. سوريا والعراق وقعتا ضحية مؤامرة بعد أن زج بعصابات دولية داعشية وهابية مدعومة من جهات استخباراتية لدول عربية وغربية. وفي البحرين أصبحت بحر من الدم وبحر من التعذيب والسجن والتهجير والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، والساسة الأشرار يمعنون هناك في قمع الأطفال والنساء والمسنين، ويغيب الشباب في معتقلاتهم القسرية دون محاكمات ويعدمون بدم بارد. وفي السعودية التي يعاني أكثر من نصف شعبها وبالأخص كتابها ومثقفيها عموما من الاضطهاد، وقد بلغت الجرائم هناك مبلغ الجبال والقمع والتنكيل والتحريض الطائفي وازدراء الأديان والتمييز العنصري، وكله نتاج التحالف بين السلطة القمعية الفاشية ودعم دول كبرى أبقت على السعودية في هذه المنظومة الدولية.